السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أختكم أشواق شويقي، أخصائي مكافحة عدوى بالإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة. Environmental Health Program Cleaning and Disinfection. حنتكلم عن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية للحصول على بيئة سليمة خالية من العدوى. هنتكلم عن المفاهيم الأساسية واختيار المطهرات وشراء المنتجات والمواد المطلوبة للتنظيف والتطهير، وكذلك طريقة تطهير بعض أقسام المنشآت الصحية. هنتكلم عن طرق تطهير البيئة والعوامل المؤثرة على التطهير وأنواع المنظفات، وكذلك عمال النظافة وما يحتاجون من تدريب وتطعيمات. Also we talk about utility room and flowers and plant in patient care area and pest control. كذلك حنتكلم عن quality monitoring، كيفية فحص جودة التطهير. Healthcare facility environment should be mentioned clean and safe for patients, staff and visitors. Environmental cleaning is important part of breaking the chain of infections and preventing cross-contamination. All healthcare workers should share in applications of policy. الهدف من نظافة البيئة وتطهيرها وتقليل ومنع العدوى الموجودة بالمنشآت الصحية بين المرضى العاملين والزائرين عن طريق السيطرة على التفشيات. على سبيل المثال التفشيات مثل سلين ريزيستنس ستاف اوريوس اللي هي MRSA، فانكومايسين ريزيستنس انتيروكوكاي اللي هي VRE، and كلستريدوم ديفيشالي اللي هي CDF. منع العدوى مسؤولية الجميع من جميع العاملين بالمستشفى عن طريق تطبيق الإجراءات بالأدلة واللوائح التوجيهية الصادرة من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، مثل عمل الهاند هايجين بطريقة صحيحة والالتزام بلبس PPE وتنظيف وتطهير البيئة واتباع الفايف مومنت. نظافة البيئة هي من أحد معايير مكافحة العدوى. Environmental cleaning is part of standard precautions which should be applied to all patients in healthcare facility. It is important to implement environmental cleaning programs within the framework of facility level infection control program. بداية هنتعرف على بعض المصطلحات عشان يسهل علينا فهم المحاضرة. مثلا عندنا ايش الفرق بين cleaning و disinfectant، وحنتعرف على ايش هو MCDS وايش هو contact time. عندنا cleaning، عملية cleaning هي العملية هذه ايش نسوي فيها، هي remove the dirty and dust وال blood اوكي على ال surface، لكنها ما تقضي على الorganism بنسبة كبيرة. نسبة قضاء على الorganism نسبة بسيطة، عشان نقضي على الأورجانيزم نسبة أعلى اللي تروح بنسبة 99.9 في بعض المطهرات لازم نستخدم الديسانفكتنت. والديسانفكتنت هذا له طريقة معينة لازم الالتزام فيها، الجاية من الشركة تختلف من ديسانفكتنت لديسانفكتنت آخر. إيش هو الكونتاكت تايم؟ الكونتاكت تايم هذا الوقت اللي يكون محدد من قبل الشركة لكل منتج لازم نلتزم فيه. بعد كده نقول أنه الأسطح هذه تم تطهيرها، يعني بعد وضع المطهر على الأسطح لازم يكون في وقت معين نلتزم فيه، بعد كده نقول أنه الأسطح هذه تم تطهيرها. عندنا نتعرف برضو على Material Safety Data Sheet اللي MSDS، هي عبارة عن شيت يكون فيها مطهرات تحتوي على معلومات المطهرات وكيفية التعامل مع المطهرات هذه وكيفية استخدامها وكيفية تخزينها ومخاطر محتملة لها وكيفية التعامل معها بطريقة صحيحة وبطريقة آمنة.
why cleaning is the first step for your disinfection. احنا نقوم بعملية التنظيف بعدين عملية التطهير. التنظيف زي ما ذكرنا قبل أنا لإزالة أي أوساخ أو أتربة على الأسطح، ويكون في دايركت كونتاكت مع ما بين المطهر والسبور حقه الاورجانيزم تو كيل ذا اورجانيزم. طبعا مع الالتزام بالكونتاكت تايم المحدد من الشركه. Cleaning is required before disinfection because inorganic and organic material that remain on the surface that interfere with the effectiveness of the disinfecting process. Disinfectant selection and product purchases. اختيار المطهر واعتماده لابد من توفر النقاط التالية: أن يكون سريع المفعول ويكون غير سام ويكون مناسب للأسطح، ما يكون فيه ما يسبب مثلا خدوش أو بهتان للون، ويكون عديم الرائحة، ويكون اقتصادي ويذوب بالماء، and should have good cleaning properties and environmentally friendly. Environmental cleaning and disinfection requires supplies and equipment and healthcare. هنا حنتعرف على المواد المستخدمة لتنظيف الأسطح والفلور. Surface cleaning supplies. The wipes should be cotton or microfiber. Disposable wipes can be used if the resource allow. في عملية التطهير ال wipes already prepared. Ready to use. لتنظيف الفلور عندنا حاجتين هي الموب والكارت ترولي. الموب هيد اور فلور كلوثز شود بي كوتون اور مايكروفايبر. في الكارت ترولي وي يوز ويز 2 or 3 بوكيتس فور ذا موفينج بروسيس. تايبس اوف بوكيتس عندنا 2 تايب. الأول اللي هو 2 بوكيت سيستم، هذا يستخدم في الروتين كليننج، وهو عبارة عن حوض للرينز ووتر وحوض للكليننج سولوشن. النوع الثاني اللي هي العربة اللي فيها 3 أحواض، يكون فيها المادة المنظفة ومادة المطهرة والحوض للشطف بين استخدام المادتين مثل ما هو واضح عندكم بالصورة. Types of environmental surface and procedures for different hospital areas. هنا نتعرف على كيفية عمل التطهير والتنظيف بالطريقة الصحيحة. في الصورة هذه تضح لنا الأماكن اللي فيها high touch والأماكن اللي فيها low touch. اللي بالأحمر هي high touch والأخضر هي low touch. عندنا اللي بالأخضر هي الأسقف والأرضيات مثلا والساعة. اللي بالأحمر اللي هي high touch surface اللي هي السرير ومقبض الباب والكرسي والآي بي ستاند والتليفون. هذه اللي باللون الأحمر هي high touch surface. فلازم ننتبه لطريقة تنظيفها وتعقيمها أو تطهيرها عفوا. تتم بطريقة معينة من الأعلى للأسفل ومن clean to dirty ومن الداخل للخارج. Can bedside curtains contribute to transmission of infection? The answer is yes. Bacteria and fungi can survive on polyester and cotton and wool and other fabric. The use of privacy curtains varies by patients, and these curtains are often high-touch items.
When patients are not on isolation precautions, privacy curtains should be changed and cleaned on a routine schedule and when visibly solid. Classification of hospital areas according to the risk of environmental contamination. لازم نصنف لأقسام المستشفى عشان نعرف طريقة للتعامل معها في عملية التنظيف والتطهير. على سبيل المثال high risk area مثل عندنا العمليات والطوارئ والعناية المركزة. في moderate risk area عندنا مثلا المغسلة والمختبر. في low risk area عندنا المكتبة والمكاتب الإدارية. السلايد اللي بعدها يكون فيها أمثلة أكثر للهاي ريسك والمودريت ريسك واللو ريسك، هنتعرف عليها في السلايد اللي بعدها. Classification of hospital areas according to risk of environmental contamination. عندنا ثلاث أنواع: high risk areas and moderate risk areas and low risk areas. For high risk areas هي الأقسام اللي تم فيها عمل فتحات في مجرى الدم، وفي برضو الأقسام اللي فيها patient who has low immunity. For example the operation room, ICU, in ICU, intensive care unit, high dependency unit, emergency department, surgical ward, radiation treatment areas, chemotherapy ward and renal dialysis ward, burn unit, isolation ward and labor room. For moderate risk areas, medical wards and laboratory areas, blood bank, pharmacies, tertiary surface, laundry surface, mortuary and nurses or doctors restroom and rehabilitation areas and psychiatric ward. For low risk areas, department or office areas, OBD, non-sterile supply areas, library, meeting room, medical record sections, store sections, telephone rooms, electric or electrical mechanical or external surrounding and staff areas. Procedures for different hospital areas. هنتكلم عن طريقة التطهير والتنظيف في غرف العمليات وغرف العناية المركزة، سواء للأطفال أو للبالغين أو حديثي الولادة. Cleaning procedures for operating room. When we do the cleaning procedure for the operating room, before first procedure and in the second slide we mentioned before and after any procedure. Who responsible for that? Housekeeping and nursing. Housekeeping responsible for cleaning and disinfect the furniture and the wall and the surface. And for the nursing,
the nursing is responsible for sending the equipment to the CSSD. The method: carefully inspect records and assess the operating space to ensure that the terminal clean was completing the previous evening. Number two, wipe all horizontal surfaces in the room with disinfectant to remove any dust accumulated overnight. Number three, if there was no written confirmations of terminal cleaning on the previous day, do a full terminal clean. Number four, throat clean and disinfect a portable patient care equipment that is not stored within the operating theater, such as suctions and regulators, anesthesia trolley, and compressed gas tanks and X-ray machine, and lead gowns, and before introductions into the operating theater. Cleaning procedures for operating room. Also, we do cleaning procedure before and after any procedure. Who is responsible for that? The housekeeping and nursing. They clean and disinfect high touch surface like light switch and doorknobs and surgical field and any surface visibly solid with blood or body fluid, and all surfaces and non-critical equipment and floor inside the surgical field. طريقة التطهير والتنظيف في غرف العناية المركزة في الأطفال والبالغين والحديثي الولادة. يتم التطهير والتنظيف مرتين باليوم or when we need for that. Also, we will make terminal cleaning when the patient is discharged or transferred to other unit. المسؤول عن عملية التنظيف والتطهير اللي هم الهاوسكيبينج. Clean and disinfect high touch surface and floor with neutral detergent and water. طبعا ممنوع نستخدم الديتول في غرف الحديثي الولادة لأنه يسبب حساسية لهم. يتم التطهير والتنظيف disinfect approved by MOH. Clean and disinfect high touch surface and low touch surface and floor. Now we will talk about the methods and the factors and the types of the cleaning and disinfectant for in the environmental. Also, we'll talk about the housekeeping, how to make training of them, and how we will make immunization for them. Factors influencing the effectiveness of cleaning or disinfection process. لكي يتم التطهير والتنظيف بطريقة صحيحة في عدة عوامل تؤثر على عملية التطهير. من هذه العوامل اللي هي نوعية المطهر أو والمادة المنظفة، الكونتاكت تايم، تركيز المطهر، طريقة التي يتم فيها التنظيف والتطهير، المواد المستخدمة في عملية التنظيف والتطهير، والphysical and chemical factors مثل درجة الحرارة والwater hardness والpH. Methods and evolving technologies for cleaning. Process from high to low, from up to down. Cleaning bed rest before bed legs, environmental surface before cleaning floors. Cleaning floors last to allow the collections of dirt and microorganisms that may have fallen. آخر شيء يعني ننظف فيه الفلور عشان يتم جمع الأشياء المتسخة، يعني نبدأ من الوول للفلور.
processed from cleaner to dirtier. During terminal cleaning, clean low touch surface before high touch surface and patient area before patient toilet. اللي هي يتم تنظيف في التيرمينال كليننج نبدأ باللو تاتش بعدين نروح للهاي تاتش من البيشنت اريا منطقة المريض يعني لمنطقة المريض قبل يتم تنظيف التويليت. طريقة التنظيف تكون systemic manner. ليش تكون systemic manner؟ To avoid missing area عشان ما ننسى يعني تكون طريقة التنظيف بطريقة منتظمة عشان ما ننسى مناطق معينة ما تم تنظيفها اللي هي الطريقة اللي تنصح فيها اللي هي طريقة الزيكزاك. Multi bed area clean each patient zone in the same manner زي ما هو متضح عندكم بالصورة. Methods and evolving technologies for cleaning. No touch disinfection systems are a system that use chemical disinfectant or physical agents to disinfect surface and which don't require that the active agent is directly applied to and removed from the surface manually. For example, hydrogen peroxide or vapor or the use of ultraviolet light disinfect surface. التقنيات الجديدة اللي تستخدم في عملية تنظيف البيئة اللي هي ultraviolet equipment والهيدروجين بيروكسايد or vapor. Housekeeping. هنتكلم عن training للhousekeeping وعن immunization. Training لازم يكون في عندنا records including للdays وال عناوين اللي تم تدريبهم عليها أو المواضيع اللي تم تدريبهم عليها واسم المدرب وأسماء المتدربين. محتويات التدريب أو عناوين التدريب يتم تدريبهم على لبس البي بي إي وعلى عمل هاند هايجين بطريقة صحيحة وعلى طريقة انتقال الباثوجين شرح طريقة انتقال الباثوجين وطريقة التعامل مع الكلينينج and disinfectant equipment بالطريقة الصحيحة والآمنة. immunization for housekeeping ياخذون تطعيم الانفلونزا والهيباتيتس بي واي تطعيمات دوريه للعاملين الصحيين من الوزاره. Now we will talk about selections and responsibility of disinfections or equipment and utility room. Products used. عندنا مواصفات معينة لازم تكون متوفرة في البرودكت عشان يتم استخدامه. أول شيء لازم يكون approved by MOH. ثانياً لازم يكون compatible with the service or equipment. ثالث نقطة يتم استخدامه according to manufacturer recommendations. مثل طريقة عمل الـ dilution والـ temperature, water hardness and contact time. Must be used according to the product safety data sheet. And must be dedicated for hospital use. Responsibilities of cleaning and disinfection. Housekeeping staff is responsible for decontamination of environment, mainly low touch surface. زي ما ذكرنا low touch surface مثل الوال والفلور. مسؤولية الhousekeeping staff. بينما nursing staff is responsible for decontamination of reusable clinical equipment and disposal of single-use equipment. Only experienced housekeeping staff are allowed in critical care unit.
الهاوس كيبينج اللي عندهم خبرة في التنظيف يكونون يتم عملهم في الكريتيكال كير يونت، لأن البيشنت اللي موجودين هناك عندهم مناعة قليلة يعني، فعشان كذا الاكسبيرينس هاوس كيبينج ستاف يكونون مخصصين للكريتيكال كير يونت. يوتيليتي روم، عندنا كلين يوتيليتي روم وديرتي يوتيليتي روم. في الكلين يوتيليتي روم يتم تخزين الكلين لاندري وتخزين الماتيريال كليننج افتر ديسانفكتد اند كلين لايك ماب، والسبلايز مثل الديترجنت والكلوران والكوارتر امونيا كومباوند. ديرتي يوتيليتي روم حنتعرف على ايش مواصفاتها وايش المفروض يكون فيها. Well ventilated and illuminated lighting or window access, labeled with biohazard signs on the door and restricted, have appropriate water supplies اللي هي hot and cold water, have utility sink floor drains for safe disposal of used solutions, have a dedicated hand washing sink used only for hand washing. يعني عندنا two sink أو حوضين للغسل اللي واحد لغسيل الأيدي والثاني للتخلص من المحاليل المستخدمة. Have access to eye wash stations or have appropriate PPE available. Cleaning and disinfection methods and measures. Types of cleaning. عندنا عدة أنواع من الكلينينج، منها روتين كلينينج والتيرمينال كلينينج والبيولوجيكال سبيل كيت. بيولوجيكال سبيل كلينينج، روتين كلينينج اللي هو فور اكزامبل الكلينينج الديلي از دون باي سكيدجول، يكون في جدول يتبع فيه الكلينينج. تيرمينال كلينينج از دون افتر ديسكونتينيويشن اوف ايزوليشن سوبرفايزد باي ذا ان تشارج نيرس اند ان كيس اوف اوت بريك باي Infection control practitioner is done by using ultraviolet machine or fog machines when indicated. عندنا biological spill kit حنتعرف عليه في السلايدات الجاية. New and evolving technologies for terminal cleaning. مثل ما عندنا بالصورة هنا أشكال للتقنيات المستخدمة في التيرمينال كليننج اللي هي فوميجيشنز ماشينز، هيدروجين بيروكسايد، باي هيدروجين بيروكسايد، اند الجهاز الثاني والديسانفكشنز يوزنج الترا فايلت لايت. هنا حنتكلم عن احد انواع التنظيف اللي هو سبيل كيت مانجمنت. Biological spill kit management. Spill kit لازم يكون متوفر في الأقسام، وطريقة التعامل مع السوائل المنسكبة باستخدام spill kit لازم يكون التدريب عليها عن طريق الـ Infection Control Department. هنا حنتعرف عن طريقة التعامل مع السوائل المنسكبة، لازم عشان نتخلص منها بطريقة صحية وآمنة نتبع العشر خطوات. أول شيء طبعا هذه الخطوات باستخدام السبيل كيت. أول شيء عندنا الكنترول أكسس باي ساين، نضع الساين في المنطقة اللي يمر فيها الزوار أو المرضى لتكون فاصل بينها وبين الانسكاب. الخطوة الثانية نلبس البي بي اي اللي هو الجاون والماسك والفيس شيلد والجلافز. الخطوة الثالثة إذا عندنا زجاج نشيله بالفورسبس ونرميه في الشارب بوكس كونتينر. بعدين الخطوة الرابعة يتم تحضير التابلت كلوراين according to manufacturer. إذا ما عندنا التابلت كلوراين ممكن نستخدم الكلوريكس، تحضيره يكون من 1 إلى 10 عن طريق غطاء من الكلوريكس
مع 9 أغطية من الواتر. بعد كذا نحضر نقوم بإضافة نشارة الخشب أو الباودر على الماء السائل عشان يكون في تجميد للسائل لمنع انتشاره وتجميده، ويسهل انه احنا نشيله ونرميه في اليلو باك. طبعا خليه مدة من الوقت حسب توجيهات الشركة. بعد كذا نضيف، بعد ما نشيله نضيف المادة اللي المادة التابلت كلوراين او المادة اللي احنا سويناها اللي هو محلول الكلوركس، ونخليه مدة من الوقت حسب تعليمات الشركة. بعد كذا نشيل المادة المتخثرة هذه أو المتجمعة بالوايبس ونرميها في اليلو باك، ونربط اليلو باك، بعدين نشيل البي بي إي ونعمل هاند هايجين. إذا كان المادة المسكبة هي اليورين، أكرمكم الله، يتم التخلص من اليورين بإضافة بعد ما نشيل المادة المتجمعة هذه اللي تخثرت على اليورين، قبل ما نحط الكلوراين يتم التنظيف بالماء والصابون، بعدين نضيف مادة الكلوراين، لأن لو أضفنا الكلوراين على المادة المتخثرة هذه اللي بعد اليورين، أكرمكم الله، حيكون في حيكون في تفاعل، يكون في روائح متطايرة. الحين حنتكلم عن flowers and plants in patient care area and pest control. flowers and plants in patient care areas. يمنع استخدام flowers في بعض أقسام المستشفى، وحنتعرف عليها الحين. السبب هو وجود gram negative bacteria مثل pseudomonas aeruginosa which is the most frequently isolated organism. وجود الورد أمر جيد يحسن الحالة النفسية للمريض، لكن أن المصلحة المريض يتم منعها في بعض الأقسام. بعض الأقسام مثل المرضى اللي عندهم immune compromised اللي هو مناعتهم قليلة، مثل oncology patient اللي هو مرضى أورام وزراعة الأعضاء والعلاج بالخلايا الجذعية، ومرضى الحروق، والمرضى الموجودين في intensive care unit، ومرضى الغسيل الكلوي. Pest control هو التحكم بوجود الآفات مثل الصراصير والجرذان والنمل التي ممكن تأثر على وجودها، حيأثر على صحة المريض. القسم المسؤول عن التخلص من هذه الآفات هو صحة البيئة. لازم يكون في تعاقد مع شركات بشكل دوري لرش بالمبيدات لهذه الآفات، يكون هذا الشيء مكتوب في سياسات وموضوع بجدول منظم للعمل الرش الدوري. زي ما ذكرنا هنا should have a written policy and procedures for pest control, regular schedule and pesticide list in the health facility. هنا حنتكلم عن quality monitoring. quality monitoring the responsibility for ensuring that cleaning of the environment in healthcare facility
is performed according to best practice and healthcare facility policy belong to all staff involving environmental cleaning, from the frontline environmental service workers to supervisors. Quality monitoring and auditing component. في عندنا عدة طرق لتأكد من جودة التنظيف. Visual assessment اللي هي طريقة المراقبة، مراقبة العمال أثناء التنظيف. Environment culture، adenosine triphosphatase and cleaning checklist. وكل واحدة منهم حنتكلم عنها في السلايدات الجاية. طبعا cleaning checklist مثل ما هو عندنا بالصور للشيت، يتم التشيك على الكلينينج بشكل دوري وروتين. Quality monitoring and auditing component. Adenosine triphosphatase is a substance present in the living cells and some organic materials, including food and body fluids, as the presence of ATP on the surface indicates the organic material remaining on the surface. الـ ATP هي مادة تنتج لو في كان كائنات حية على السطح. يعني وجود الـ ATP هذه معناته وجود كائنات حية، معناته أنه ما تم التعقيم بالتطهير بطريقة صحيحة. في عندنا جهاز مثل الموبايل معاه سواب، نستخدم الجهاز هذا قبل عملية التنظيف وبعد عملية التنظيف. في قبل عملية التطهير يكون معطينا رقم معين، وبعد ما يصير في عملية التطهير يتم استخدامه ونقارن الرقمين مع بعض. على سبيل المثال عطاني بالبداية رقم مثلا 8 وبعد عملية التطهير عطاني مثلا 8 نفس الشيء، معناته أنه لم يتم عملية التطهير بطريقة الصح. لكن لما يكون قبل مثلا 8 وبعدين عطاني 2 نتيجة أكسبت، لأنه مستحيل يعطينا أصلا صفر. فهذا الجهاز مؤشر لجودة عمل التنظيف والتطهير. Quality monitoring and auditing component. A tracing agent like fluorescent material and chemical trackers marks predetermined items and surface before cleaning. After cleaning, a trained observer uses a detecting agent. A detecting agent like ultraviolet light enzymatic detector to determine if any tracing agent is left. طريقة استخدام هذه المادة، نروح للcommon touch surface ونعمل ماركر. طبعا الماركر هذا هو transparent، بعدين نخلي العامل ينظف، بعدها نجي بالجهاز الالترافايلت لامب ونشيك على المناطق اللي صار لها تنظيف وتطهير. إذا راح العلامة هذه اللي حطيناها راحت، معناته التطهير كان بشكل كويس. إذا ما راح معناته التطهير ما كان بطريقة صحيحة، أو إنه المطهر ما كان يعمل بالشكل الصحيح. Environmental sampling done on routine basis and when needed. هنتعرف على الإجابة على هذه الأسئلة في السلايدات الجاية. Environmental sampling. طبعا أخذ عينات بشكل روتين وعمل زراعة للعينات بشكل روتين للأسطح هذا أمر ممنوع، لكن في حالات معينة ممكن يجب أن نسوي فيها الكلتشر، من ضمنها اللي هي لما يكون عندنا outbreak، ناخذ عينة من الأسطح ونسوي ونرسلها للمختبر ونشوف إذا كان في أورجانيزم ولا لا. برضو في بعض الحالات for research purposes. برضو عندنا لما يكون عندنا a new building
في الـ OR، عندنا عفوا عندنا OR في الـ New Building، يتم عينة أخذ عينة only air sample for fungus spores only. سلايد اللي هنا المراجع اللي تم عمل المحاضرة منها. Further resources، ممكن للرجوع للموقع الوزارة الجي دي اي بي سي، نروح للسبورت سيرفيس بروجرام، وبرضو ممكن for more information you can go to اليوتيوب، قناتنا على اليوتيوب، قناة الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية في اليوتيوب، وممكن زيارة تويتر اللي هو ملتقى مكافحة العدوى. Final word: infection control is everybody business. Thank you. مكافحة العدوى هي مسؤولية الجميع. أتمنى أنكم استفدتم من المحاضرة، وأتمنى أني أكون أفدتكم بالشكل الكافي، ويعطيكم العافية على حسن الاستماع.